قوية وجراء دائمة للسرعة المفرطة. لازلنا نقصد العديد من الأرواح والخسائر المادية التي تقدر بالمليارات، نبكي عن العديد من المصابين بالشلل. أيضا أعراض خطيرة جدا جراء هذه الحوادث. نقول لكم رجاء دائما ننبه كل السائقين الأعزاء، قودوا بحذر، قودوا بحذر بتان سلامة بلا عجلة، دام لا تحولوا هذه العطلة إلى مآسي، إلى دموع، إلى أحزان. اجعلوها عطلة للمتعة، للقاء بالأحباب، بالعائلة، للاسترخاء. إياكم هذه المركبات التي قد تتحول إلى مواكب للموت، ولتصحبكم السلام جميعا. أيضا درجات حرارة مرتفعة في هذه الأيام، قل لكم خذوا الحيطة والحذر، ضربات الشمس قد تكون خطيرة جدا، بل قد تكون قاتلة لكل المرضى، لكل أصحاب الأمراض المزمنة. تجنبوا الخروج قدر المستطاع، من اضطر للخروج فليحمل دائما معه قارورة ماء، تجنب قدر المستطاع المشي في الشمس. وسلامتكم وصحتكم. نتمنى لكم جميعا إن شاء الله يا رب الصحة والعافية والشفاء إلى كل المرضى. ربي يتمم ويدوم عليكم صحتكم إن شاء الله يا رب. صباحك سعيد عبد القادر. صباحك سعد معاذ، ولكل مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم. استمرار موجة الحر الاستثنائية هذا الأحد بعديد الولايات الغربية والوسطى من البلاد، ومصالح الأرصاد الجوية تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة بداية من يوم غد. مصالح الحماية المدنية تتمكن من إخماد حرائق متفرقة في كل من جيج البجاية وتيفازا، ووزارة الفلاحة تدعو كافة المتدخلين في إطار مكافحة حرائق الغابات وضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية القصوى لمواجهة أي طارئ. المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022 تنطلق غدا الاثنين، والفريق أول سعيد شنقريحة يقف في موقع بوغار بالناحية العسكرية الأولى عند آخر التحضيرات عشية انطلاق التظاهرة الرياضية. وفاة صديق الثورة الجزائرية الصحفي الإيطالي بييرو أنجيلا، المساهم في تدوير القضية الجزائرية في المحافل الدولية. دوليا المغرب يشهد تردد في الأوضاع.